قبل ما نبدا في هذا الفيديو ولا ندخل في الموضوع، غادي نجاوب شي ناس اللي كيكتبوا في التعاليق شي هضره ما مفهوماش وما كتعجبش وما كتدخلش الراس. عرفتي شنو السبب ديال المشكل ديالنا في هذه البلاد؟ وهذا الهم والغم اللي حنا عايشين معاكم في هذه البلاد هي المشكله ديال المغربي. مشكله المغربي في هذه البلاد هي كل تيار كيبغيك تهضر بلسانه، وانت كتحاول تشد العصا من الوسط وتهضر على كل شيء، والتيار اللي ما هضرتيش بلسانه تسنى منه يسبك ويعايرك ويقول عليك كتخربق، ويقدر يمشي معك بعيد ويسميك حتى خائن ديال الوطن. انا الحمد لله ملي فتحت هذه القناه عمري تبنيت شي فكر ديال شي جهه معينه، ولا مشيت مع شي تيار، ولا تبنيت شي قضيه ديال شي تيار وبقيت كندافع عليها. انا متبني الظلم بصفه عامه، اي واحد مظلوم غادي تلقاني بجنبه، اي فئه من الشعب كتلقاها مظلومه انا معاها ودايرها في يد الله وصايق، حيت اللي كيكون عنده شي تيار كيكون يدافع عليه. انا ما كيدافع عليا حتى شي واحد، وما مسني حتى شي واحد يدافع عليا، انا فقط كنخلي افكاري هي اللي كتدافع عليا وسطكم. عمرك غادي تحس في وسط كلامي ولا تشم في وسط كلامي ريحه المرقه البايته المصداقيه؟ بالطبع عمري ضللت، عمري طبلت، عمري بعت الوهم، عمري بعت لكم الوهم. انا حاس براسي معكم نتوما اللي كتشاهدوا الفيديوهات ديالي صفحه بيضاء في وسط البلاد اللي الدموع فيها كلها فايده. اول حاجه غادي نبدا بها هذا الفيديو ديال يوم السبت من برنامج صحافه الشارع. بعد هذا اليوم ديال السبت غير كنبغي نضيع فيه الحجره، كلشي كيكون فيه سهران، كلشي كيكون ملاهي في الشطيح والرديح. اغلبيه المغاربه كتلقاهم دابا ملاهيين في الشطيح والرديح، غير كنبغي نفرع لهم راسهم وصافي. ما كاينش اللي غادي يتسوق ليا ولا يتسوق لهذا الفيديو الا القليل اللي غيسمع هضرتي ويحس بيا في هذا النهار ديال السبت. كاين شي طبقه من المغاربه السيمانه كامله هما فارعين لينا راسنا وكيتشكاو من غلاء الاسعار، ونهار السبت كيلقى كيحط الماندا كامله في البار. شفتي في هذه البلاد واخا تعيا تصبر وتبغي تدخل دارك بكري وتجلس فيها، قنوات الصرف الصحي يشطحوك صحه يشطحوك. سير طول دابا على التلفازه المغربيه، ما كاين غير الشطيح والرديح، ما كيراعيو لا الجفاف، ما كيراعيو الاوضاع المزريه اللي في البلاد، وباغي ربي يرحمنا وينزل علينا الشتاء. نخليو هذا الموضوع ديال الشطيح والرديح اللي في القنوات ديال الصرف الصحي وندوزو لواحد الموضوع او ثاني واحد اخر اكثر اهميه. اجي تشوفوا واحد الحاجه بالام ديال العينين ديالكم، لاحظوا في هذا الفيديو اللي غنشر لكم دابا امامكم على الصوره، شوفوا العدد الكبير تبارك الله وصل عندي اللي جا في الحفل ديال الكوميدي المتالق يسار. ما كاين لا تباعد لا كمامه، الوقت هانيه، الله يزيدو والله يسهل عليه خونا يسار. حنا ما حاسدينوش ولا عندنا ادنى مشكله مع يسار ولا مع هذا الشيء اللي كيدير، ولا حنا ضد الفن ولا ضد شي حاجه، حنا ما ضد شي حاجه من هذا الشيء. ولكن انا اللي كيبان ليا من خلال هذا الجمهور الكبير اللي شفت بان الوقت هانيه في المغرب، وكورونا كاع ما بقاتش، هذا الشيء كيبشر بالخير. الوقت الحمد لله ولات مزيانه، يعني ما يجيش شي واحد يبقى يقول لنا كورونا اللقاح خصكم تلقحوا الموجه الثالثه الموجه الرابعه، ها الجمهور داخل والدنيا زاهيه والوقت مزيانه. ولكن السؤال المطروح من بعد ما شفتوا هذا الجمهور وهذا الكم الهائل ديال التجمهر اللي كاينه داخل ديك القاعه، بغيت غير نسول المسؤولين هنا علاش طالقين الجمهور يجي يحضر؟ ما كاين لا تباعد لا كمامه لا والو، ناس ملاصقه مع بعضياتها وكتغوت اللي خلقها وكتضحك وناشطه والعام زين، والتيرانات مانعينهم من الجمهور. واش الجمهور اللي كيجي للتيرانات ماشي هو الجمهور اللي كيجي عاد يسار؟ ولا الجمهور اللي كيجي عاد يسار ما كيشكل على البلاد حتى شي خطر؟ الجمهور ديال يسار ما غاديش يقدر يرفع ميساج فيه بحال سياسه تستريح باش كلشي يدير التلقيح. وللاشاره تحيه الجماهير العسكريه، هذا الميساج دخلوه للتيران هو مسدود، واخا التيران ممنوع دخل هذا الميساج. كيفاش دخل؟ الله اعلم. هذوك الناس كنحترمهم وعندهم طرقهم باش خدامين، الله يكمل عليهم ويسهل عليهم. علاش كاع التيرانات اللي في العالم طالقين الجمهور يدخل يتفرج؟ في كاس افريقيا شفنا الجمهور، في كاس العرب شفنا الجمهور، في اسبانيا اللي بعيده علينا ب 15 كيلومتر طالق الجمهور يتفرج، والمغرب مطرقين على الجمهور. واش كتنتقموا من الالتراس
ولا من الافراقي ولا شنو كديروا الله اعلم. ما عرفتش واش حتى لهاد الدرجه خايفين علينا، ما عرفتش واش خايفين علينا ولا خايفين من الجمهور ومن ديك الميساجات اللي كيهزوا الجمهور. لا يسار يدير العرض ديالو في وسط الدار البيضاء بالجمهور والتيران ديال دونور ما فيش الجمهور، فراقي بسبب الجمهور ما كيدخلش كيغرقوا. كيفاش هادشي عندكم ولا هادشي داخل في السياسه؟ الزحام ماشي بحال الزحام. دابا نخليو هاد الموضوع ديال الجمهور وديال الالتراس اللي غادي نرجعوا له قريب ان شاء الله، غادي نرجعوا الموضوع ديال الالتراس وغادي نتعمقوا فيه مزيان. الالتراس ديال المغرب وكيفاش كتمشى وكيفاش كيخلقوا ناس وسطها كيديروا الشغب، نخليو هذا الموضوع جانبا وغندويو على الالتراسات ديال المغرب كاملين. دابا غادي نخلي واحد الميساج للعيالات، حيت شفتهم حتى هما بكثرة الظلم اللي ولينا نعيشوا في هذه البلاد، حتى هما ولاو كيهضروا على حقهم، حتى هما خرجوا ولاو كيهضروا على حقهم وكيطالبوا به. مع هاد الاوضاع الكارثيه والمزريه اللي كنعيشوا في هاد البلاد، حتى هما نخرطوا في هاد الموجه ديال الانتقاد ديال المسؤولين. راه من حق المراه تنتقد، غير هي خاصها واحد الحاجه، الا بغيتو تنتقدوا خصكم تعرفوا واحد الحاجه. هذا ميساج لكاع العيالات اللي كاينه في المغرب خارجين ينتقدوا المسؤولين، سمعوا واحد الحاجه مزيان، راه خصكم تحترموا واحد الحاجه. لازم عليكم قبل ما تنتقدوا شي مسؤول خصكم تحترموا واحد الحاجه، كيف ما حنا كنحترموكم في الوقيته اللي كتكونوا نتوما حاملين، يعني حاملين هازين كرش متقلين، ما كنبغيكمش تهزوا الثقل على قبل داك الكرش اللي هازين. راه حتى نتوما خصكم تحترموا السياسيين بحال هذا، عرفتي علاش؟ حيت حتى هو عنده الكرش متقل. ماشي غير هذا، هذا غير نموذج للسياسيين اللي عندهم الكرش. كاع السياسيين اللي عندهم الكرش واجب عليكم خصكم تحترموهم، ماشي على وجههم، على وجه داك الكرش. اما الوجه عندهم راه غير ديال الطرش، واخا يغلطوا في حقكم خصكم تحترموهم. ايه واخا يغلط شي مسؤول في حقك خصك تحترمو الا كان عنده الكرش، غير على قبل ديك الكرش اللي هز وصافي، ماشي على ود شي حاجه وحده اخرى. على الاقل العيالات، العيالات كتضرب عندهم الكرش غير 9 اشهر وكتمشي. هادو مساكن الله يكون في العوان ديالهم هازين الكرش حياتهم كامله. ديروا راسكم في بلاصتهم، راه الحموليه صعيبه والوحم صعب منه، وهاد المسؤولين راه ما هازينش غير الكرش، هازين حتى الفلوس من الصنادق وهازين البلاد وغادي بها للهاويه. وتحيه للناس ديال دكاله وعبده والشاويه، راه حاس بكم القضيه راه مزيره شي شويه. شكون شاف فيكم الطريقه اللي كيدوي بها القجع على الدعم ديال الدوله؟ حسسني القجع من خلال اللغه باش كيهضر بها والخطاب اللي كيهضر به، حسسني بحال مخلص علينا شي حاجه من جيبو. تجمع راسك صاحبي شويه، حتى صحابك كتهضر مع الرؤساء ديال الفروق ديال الهوات، راك كتهضر مع الشعب. وسيهم القجع واللي ما فيه نفع، ملي تكون تهضر مع الشعب هضر شويه بشي لغه اللي كنفهموها كاملين. ديروا في بالكم واحد الحاجه، راه حتى شي واحد ما كيخلص علينا شي حاجه من جيبو، هاد الشعب حتى شي واحد ما كيخلص عليه شي فرانك من جيبو. قال لك اسيدي خصنا الحمد لله، سيهم القجع قال لك خصنا الحمد لله ما تزادش في البوطه وما تزادش في الطحين. كيفاش غادي نحمد الله؟ حنا حامدي الله قبل ما نعرفوك، وحامدي الله بيك وبلا بيك، غادي نتسناو منك تجي حتى تقول لنا الحمد لله. كنت كنتفرج في ديك الندوه الصحفيه اللي دار القجع، هو كيدوي على الدعم وغلاء الاسعار. كان جالس حدايا واحد، كان جالس حدايا واحد السيد قال لي ياك هذا كيفهم غير في الكوره، اشنو جابو يهضر في غلاء الاسعار؟ ياك هذا رئيس ديال الجامعه. قلت له هذا راه ماشي رئيس ديال الجامعه، هذا راه جمع كل شيء، ما يمشيش عقلكم بعيد، انا كندوي غير على المناصب، جمع كاع المناصب. سيدون هاد الدعم اللي فارعنا به راسنا ديال البوطه وديال الطحين اللي كتدعموا به المواد الاوليه، منين كتجيبوه هاد الفلوس ديال الدعم؟ منين كتجيبوها؟ واش كتضربوا عليها تماره؟ كتضربوا عليها البالا وكتجيبوها لينا؟ هذاك راه خرزقنا كتخسروا علينا، الربع كيوصلنا واش شي الاخر ما كنشوفوش، حنا رزقنا غير كترشوا علينا. خويا جيك انا من الاخر عطيني رزقي ندعم راسي براسي، عطيني داكشي اللي كيجيني في حقي اللي كتخلصوا عليا الدوله في الدعم، عطيه ليا وانا غادي ندعم راسي. رد البوطه ب 3000، رد ب 10000، رد باش ما بغيتي، خاش طحي رد حتى ب 6000 ريال، عطيني انا رزقي اللي كيجيني في الدعم ندعم راسي. انا كندوي على الفقير، الفقير شحال كيخسر ديال الخناشي ديال الطحين في الشهر؟ شحال وشحال كيخسر من بوطه في الشهر؟ غادي تحسب علينا حنا الدعم؟ هادوك اللي عندهم مخبازات شحال كيستهلكوا ديال الخناشي ديال الطحين؟ واش واحد دعم له 200 خنشه ديال الطحين في الشهر وواحد دعم له خنشه وحده، واش هذاك مواطن؟ حنا ماشي مواطنين، راه هما
صحاب الفلوس اللي مستافدين من الدعم، حنا شنو مستافدين منه؟ علاش كتجبدوا علينا؟ حنا ما مستافدين والو من هذا الدعم، صحاب الفلوس هما اللي مستافدين من الدعم. ولا بغيتونا نستافدوا من الدعم عادل، فرقوا علينا رزقنا، ندعموا راسنا براسنا الا بغيتوا هاد التساوى في هاد البلاد. خوتي المغاربه راه خصو يتحيد هاد الدعم اللي غامقن علينا به، ويفرقوا على الشعب هاد الفلوس ديال الدعم، باش انا الا جاتني في حقي 2000 درهم ولا 1500 درهم نعرف فين نخسرها على راسي، نعرف انا راسي فين نخسرها على راسي. وحتى هادوك اللي عندهم الفورم والوزينات وعندهم الفلوس، صحاب العاقه اللي كيستهلكوا، اللي كيستهلكوا في هاد البلاد، واي حاجه كيستهلكوها كيربحوا منها، هما اللي مستافدين من المواد المدعومه، وحنا فارعين لينا راسنا بالدعم. حتى هذاك اللي عنده الوزينات وعنده الفرم حتى هو ياخذ 2000 درهم بحالنا بحاله، ولا 3000 درهم شحال ما جاتو ياخذ، بحال اللي ناخذو حنا ياخذو هما. وتما شوفوا واش غادي تساوى ولا لا، ديروا هذا الشيء وشوفوا واش غادي تساوى في هذه البلاد ولا لا. غادي يجي شي فاهم غادي يقول لي الا قطعوا على اللي فوق الدعم غادي يزيدوا علينا في الاسعار. واش بان لك دابا اش دايرين؟ كيلوزوا، هذه ماشي زياده في الاسعار، واش كاين شي زياده اكثر من هذه؟ واش كتضحكوا على راسكم ولا كتضحكوا علينا؟ لا كانوا هما زايدين زايدين، اللهم يعطيونا فلوسنا ندعموا راسنا براسنا. الحل اللي بقى معاكم في هذه البلاد هي دعمني ندير بداك الشيء اللي كتعطيني اللي بغيت، نبقى بالجوع ماشي سوقك فيا، نطيب بالبوطه ولا نطيب بالعواد هذاك الشيء كيبقى سوقي، نطيب بالشحمه ولا نطيب حتى بالزيت ديال الفران، على الاقل نحس براسي كنختار مصيري بيديا، ماشي واحد اخر اللي فارضوا عليا، ماشي العام اللي جات بقاو تغمقوا علينا بالدعم، بالدعم وبالهضره وبهذوك المصطلحات الغليظه اللي ما كنفهموا فيها حتى شي حاجه. واش دابا هذاك مسكين اللي خدام في قهوه ب 300 درهم السيمانه غيفهم هذيك الهضره ديال القجع؟ راه ما يمكنش يفهمها، هو كيفهم هذيك 300 درهم ما كتقدوش في السيمانه. خرج جاوبوا بحال هكا، خرج جاوبوا علاش هذيك 300 درهم ما كتقدوش في السيمانه. والحل، الحل بين يديكم، خاص صحاب الفلوس اللي كتزيدوهم الفلوس والفقير اللي كتفقروه تساوي ما بيناتهم، حيت هاد البلاد ملي حلينا عينينا كله كيجري غير على مصلحته. انا كيبان لي الحل هي خاصها تعاود القسمه، خاصها تعاود التعازيله وسالينا. وانت السي القجع راه باقي ما فهمناش من هضرتك والو، ديك الهضره اللي خرجتي كتقول راه باقي ما فهمنا منها والو، ما عرفناكش واش خارج توضح لينا سبب غلاء الاسعار، ولا كتهضر لينا على الانتكاسه ديال المنتخب الوطني، ولا كتبرد فينا الغدايات ديال السبان اللي تلقيتيها من بعد ما خرج المنتخب الوطني من كاس افريقيا وكاس العرب. راه ما فهمناكش شنو باغي توصل لينا، يمكن لك تهضر بشي طريقه من غير هذيك اللي كيفهموا المغاربه كاملين. راه ماشي المغاربه كاملين واعيين، وماشي المغاربه كاملين قارين. المغربي راه كيفهم 1+1=2، اشرح له بحال هكا السبب ديال غلاء الاسعار شنو هو. اما تقول لي الحكومه كتخسر، الحكومه ما كتخسر حتى شي حاجه من جيبها، الحكومه هي مستافده من الشعب، الا عطيتوها في الباب راه كتشدوها في الترعه. والرساله الاخيره ديالي في هذا الفيديو غادي نقول لكم تسناونا في الفيديو في الحلقه ديال غدا اللي غادي ننشرها مع التسعود، الا كانت واصله فيك حتى للحد كننصحك خويا تسنى الحلقه ديال نهار الحد. ها هو مشى عمي، كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي.